انت نفسك في 2017؟ والله نفسي اتجوزها. تقول سنه حلوه وجميله على مصر وعلى علينا كلنا، ما يبقاش فيها احداث محزنه زي الاحداث اللي حصلت في 2016. باذن الله مستني مولود جديد، ان شاء الله تكون سنه سعيده علينا، لا ما تكونش زي 2016 ننجح. اتمنى ان الناس تكون بتحب بعض اكتر، ان كل اللي حواليا يبقوا كويسين يعني ومبسوطين، ان الدنيا تبقى احسن والحياه تستقر اكتر من كده، لان الناس كلها بقت مضغوطه زياده عن نفسهم. يبقى عندي حاجات حلوه كتير.